النهارده للمصري بالنسبه لكابتن فاروق جعفر تحديدا ورق الى حد ما نقول مكشوف شويه بيتحرك يعني شارك في تدريب المصري قبل كده؟ المصري فرقه كويسه ومعاهم مدرب كويس وجماهيرهم يعني جماهير بتاع بورسعيد جماهير كمان بتشجع تشجيع جبار لفرقتها. ان شاء الله الماتش مش سهل، الماتش صعب وخصوصا ان احنا والنادي الاهلي دلوقتي ماشيين يعني خطوه بخطوه في الاهداف وفي النقط. ربنا يوفق ان شاء الله اللعيبه تعمل مباراه كويسه، يبداوا من اول الماتش نحاول نسجل جول بدري ان شاء الله عشان يبقى الماتش سهل على اللعيبه. كابتن نادر قلبي معاك، ماتش النهارده صعب؟ لا بامر الله مش سهل، لو احنا اخذناه بصعوبه يعني بمعنى صح ان احنا لو ما تسهلناش في الماتش هيكون الماتش سهل بالنسبه لنا، انما لو احنا تسهلنا في الماتش فبالتاكيد هيكون صعب، فبامر الله تعالى احنا واخدين الماتش بجديه وان شاء الله يكون سهل. ابو بكر عمر قبل المباراة النهارده هنقف مع كابتن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري بعد رحيل المدير الفني بوكير وانهاء مسؤولياته عن الفريق الاول. دي المباراة الثانية يا كابتن طلعت؟ المباراة الثانية بعد رحيل بوكير، المباراة الأولى كانت في المنصورة بين الاتحاد والمنصورة في اسكندرية. كابتن طلعت يوسف مباراة النهارده صعبة؟ مفيش شك طبعا، ماتش صعب لاعتبارات كتيرة جدا. أولا أنت بتلعب الأول النهاردة وبتلعبه هو متحفز وفي منافسة شديدة بينه وبين الزمالك، بالإضافة لأنه هو أصلا إمكانياته الفنية والبدنية يتعمل لها حساب، جمهوره في ملعبه بره اسكندرية، يعني كل العناصر مهيئة له بشكل أفضل مننا النهاردة. كابتن أحمد ماهر مدرب النادي الأهلي النهاردة هنقول ماتش للاهلي مع الاتحاد، هل هو الى حد ما نقول مكشوف شويه بالنسبه لكم كورق انه كابتن طلعت يوسف هو اللي متولي المسؤوليه وبالتالي نقول ايه برضه من مدارس الكره المصريه، ولا كان في ظل بوكير كان يبقى الورق احسن؟ لا ابدا، ما هو المفروض ان الكابتن طلعت يعني قاعد مع بوكير ثلاث مواسم، فالمفروض ان هو يعني تطبع شويه بالاسلوب بتاع بوكير او الاسلوب الالماني عموما.